السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا متابعينا في ميسم، صبحكم الله بالخير واسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. يا رب يا كريم صبحهم بالخير واعطهم حتى يرضون، وإياهم اعطنا وإياهم حتى نرضى يا رب، وارزقنا يا رب أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا. سبحانك ربي ما أعظمك، اللهم يا رب يا كريم ما أنزلت بنا من نعمة فهي منك وحدك، سبحانك لا شريك لك. أصبحنا يا رب نشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صك، هذه قطعة كمبودي اسمها خنجر الكمبودي، موجودة في متجر ميسم الورد الطائفي، وهي كشكل الخنجر وما شاء الله تبارك الله تصنيفها عالي، والقطعة صك، وهذا مرود الذهب. قصته معروفة، ونحن لا نستعمله، إنما هو كوسام شرف. حياكم الله جميعا في ميسم الورد الطائفي، وفي هذا الصباح وفي كل صباح نطل عليكم من هذه القنوات المرئية، سواء في سناب شات أو في مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة. نحن أهل النوادر، فليس غريب أن تجد نادر من النوادر لدينا. ابحثوا في العالم كله ولن تجدون مثيل لهذا الرادو الذي ورثته من والدي رحمة الله عليه، وسكن فسيح جنانه. ولكن محور طرحنا اليوم في هذه الشنطة التي لم يسبق لنا اليوم أخربتها، قررت أن أتطيب من المروك العملاقة. حقيقي كسرت قطعة من هنا من المروك العملاقة فتطيبت بها. المروك العملاقة قطعة واحدة صك، خلونا نستعرضها لكم. تزن 3800 جرام، يعني حوالي 4 كيلو. ليس الديكور، إنما هي قطعة عود. أنا كل بعد فترة أقطع منها وإلينا الظاهر والله العالم أنه بيجي يوم من الأيام بعد بقي منها إلا كيلو. شوفوا صك، ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، وقديمة عمرها ما شاء الله تبارك الله، ما هو بالحديث، ونكهتها ما شاء الله تبارك الله نكهة البروكي الأصكر، نسأل الله أن يبارك. تعالوا نستعرض معكم هذا العود الذي لم يسبق لنا تصويره، عرضه فقط في المتجر الإلكتروني، ومع هذا ما شاء الله تبارك الله تتوالى عليه الطلبات من دون إعلان أو تصوير. هذا المتبقي منه كمبودي
مصنفين ونحن في ميسم قطع ما شاء الله تبارك الله بعضها تصل لأعلى من الدبل. نحن نقول إنه صوبر مرتفع مع دبل. نكهة الكمبودي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وسعر خرافي منافس. العود ما عليه أي لون أبدا، إنما هو تلميع ليظهر حلاوة أو منظر العود الحقيقي. التلميع لا يعيب العود، زي ملمع السيارات، سياراتنا نلمعها نظللها نحط لها نانو سيراميك لتظهر بأحلى حلة أو بأجمل حلة، وكذلك العود، لكن العود ما نظلله نلمع بس. يا أخوان الكاميرا ظالمة، ولو كنت قاضيا لحكمت عليها بالظلم، تظلم العود. ما تراه على شوفوا يوم أجي كذا، يوم نعطيها نور ساطع من الأضواء الكشاف، اللي هو كشاف الإضاءة اللي في المعرض، شوفوا كيف يصير. فإذا أتينا وظللنا سوينا ظل كذا، شوفوا يبان ها شيء من اللون، شايفين كأنها أقل من السوبر هذه القطعة يعني، ولكن جودتها ممتازة. قررتنا نتطيب بثلاث قطع أيضا، شوفوا عندما أغطي على الإضاءة، يعني الإضاءة ليست على مجملها جيدة في التصوير، فأحيانا تنكب أم القطع وتظهرها على غير حقيقتها. لو كنت قاضيا لحكمت على العود وعلى أمور أخرى. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو علم الأطباء ما في العود من سعادة لوصفوه في بعض حالات المرضى، بيصفونه نعم، لأنه يدخل السعادة، يدخل البهجة على النفوس، يريح الخاطر، يجعلك تفكر تفكير صحيح. لاحظوا المحامين، أخواننا المحامين أسأل الله أن يصبحهم بالخير، القضاة الواقفين، اسم من أسماء المحامي القاضي الواقف، يتطيبون صباحا. ليش؟ حتى يركزون تركيز عالي جدا جدا، فهو يعني يجعل النفسية مرتاحة، يجعل القرارات صائبة، يجعل الدفوعات أيضا قوية. متى تكون الدفوعات قوية؟ إذا كانت هناك نفسية مرتاحة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا موفقين للخير، وأن يبعد عنا وعنكم الشر، آمين. العود هذا في عروضنا موجود ومتبقي منه كمية، أسأل الله أن تفي بإذن الله لإرضائكم وللوصول لذائقتكم ونزولا عند رغبة الجميع. نحن وفرنا منه بال 12 جرام يعني بدون لقية عشان تجرب، ومع هذا إذا ما جاز لك رجع. افتح تطبيق ميسم الورد الطائفي، حمل التطبيق من متجر التطبيقات سواء كنت تستعمل آيفون أو الأندرويد. هنا في واجهة التطبيق ستجد منتجات مخفضة، منها الحبيب هذا مخلط تجميعات أدهان ميسم، وهو من منتجاتنا المخفضة، دهن العود السنباوة القديم ترابل اي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبيور صافي ومعتك. هنا بتحصل العود الكمبودي السوبر مرتفع مع دبل، شوفوا السعر كم مع الضريبة، 165 ريال لل 12 جرام، وخيارات متعددة ممكن انك تستخدمها، ممكن انك تاخذ وقية 28 جرام ب 386 ريال بعد الضريبة، بعد الخصم مع الضريبة، من اصل 483، وممكن انك تاخذ 50 جرام من العود هذا ب 690 ريال يا بلاش، من اصل 862 بخصم 20%، وممكن انك تاخذ ثمن كيلو ب 1725 شامل الضريبة.
إضافة إلى وجود منتجات أخرى في 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 هذا في هذا التصنيف، ولتصفح هذا التصنيف بشكل كامل اختر من هنا منتجات مخفضة، واستجد منتجات ما شاء الله لا قوة إلا بالله ارتضيناها لكم، جميلة ونكهاتها ما شاء الله تبارك الله ناهية. من منتجاتنا، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، مخلط ميسم ورد الطيبي، هذا المخلط الذي كان يعني تسميته على اسم البراند، وما حصل هذا إلا من جودة. الحين نحن نسمي إذا عجبنا مثلا ما شاء الله وتبارك الله منتج سمينا باسم البراند، ليتعلق ما شاء الله تبارك الله الجودة بالاسم. هذا مخلط ميسم ورد الطائفي، مخلط تركيبه استغرق سنة، أقرأ في وصف المنتج، من عدة أدهان قديمة جدا ونادرة، بعضها انعدم من الوجود، كمبودي قديم وبورسات ودهن الكلمنتان القديم ودهن اللاوس القديم ودهن الهندي ترابل اي ودهن مروكي أخضر قديم والكلاكاس ودهن الهندي الأنفال القديم ودهن تايلاندي ودهن عود أبو طاووس ومستخلص بتلات الورد الطائفي. أبو طاووس هذا هو، وهو من نوادر الأدهان في العالم. التركيبة الأدهان هذه كلها خرجنا منها بهذه التركيبة اللي ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، تسابك وانت تمشي هي تجري بجوارك وتحيط بك من كل مكان. يعني أنت بشرائك لهذا الربع ترى كأنك مشتري الأدهان هذه كلها، ونكهت ببودرة التراب مسك الغزال الطبيعي وعنبر الحوت الطبيعي، وأيضا مستخلص بتلات الورد الطائفي، وهو المنتج الحصري في ميسم. استغرق تركيب الأدهان وتخميرها أكثر من 354 يوم، يعني سنة، بطريقة التركيب والكشف للهواء في الظلام البارد بمقاييس محددة، وخبرة تجاوز 15 يوم أكرمنا الله بها. استجدي إن شاء الله بإذن الله رائحة عطرية فواحة وثبات 3 أيام على القماش والشمال والملابس. تجد نكهة عطرية شوية كذا تخمك، نكهة بخورية، وفي كلا حالتيهما أو حالاتها تجد ما شاء الله تبارك الله نكهة دهن عود لا حصلت ولا سارت في هذا المنتج اللي هو مخلط ميسم الورد الطائفي. ابحثوا في أيضا يوتيوب، أو نكفيكم شر عناء البحث في يوتيوب، أنا بحط لكم رابط أو ستجدون الرابط في هذا المكان. شاهد وصف دقيق وشرح كامل بمنتج، ضغط هنا وين بيوديك؟ يوتيوب، بيوريك طريقة تركيبنا لهذا المنتج من وإلى. شفتم متى مركبينه؟ قبل 11 شهر، يعني الآن هذا المنتج عمره 2 سنين. شوفوا بودرة تروم مسك الغزال مع عنبر الحوت الذي يبيت في أسفل المخلط، كل بعد فترة نحن نحرك كذا، التحريك هذا يعطي تخمير إضافة للتخمير السابق اللي هو 354 يوم. كمية راهية ما شاء الله تبارك الله في هذا المنتج من بودرة تراب مسك الغزال، واللي يتجاوز ما شاء الله تبارك الله سعر الجرام منها 800 ريال. بودرة تراب مسك الغزال تراها ما هي بالرخيصة، الجيد منها سعره عالي. نعم، كل بعد فترة لازم نسوي الطريقة هذه ونعيده.